يعطيكم العافية على الإبداع هذا اللي قاعد نشوفه من أشخاص كويتيين. يعني أنت كنت يعني أنت مثلا الحين لو بسألك، هل أنت كنت تعزف قبل لا تدش المعهد ولا من المعهد تعلمت؟ لا والله من المعهد. من المعهد تعلمت؟ هي بدأ يعني أنا آلتي الأساسية ناي، يعني الحمد لله 8 سنين صار أعزف ناي. يعني مع الشباب يعني أول شيء كنا كفرقة شعبية طلعنا المسرح مثل ما قال أخوي عبد الرحمن، طلعنا بالمسرح وناي ومثلا آلات شعبية الطار والطبل وذيل. يعني بعدين يعني كلمنا اللي هو أسامة مزعل، ليش ما تدشون بالباند الغربي؟ ما شاء الله عندنا عبد الله متعب، يعني هم دشوا مثلا ترمبون درامز، يعني قلنا خلينا نجرب يعني الجاز البلوز. طيب فهد ليش اخترت هالآلة بالذات؟ ما يحبها، يعني حبيت الآلة، يعني هي آلة إيقاعية قبل أنها لحنية. هي اللي درستها؟ إيه لا ما درستها، هي هواية. هي هواية. يعني اليوتيوب أشوف مثلا شنو تدقون، خلينا نشوف خلينا نجرب. والله الحمد لله استمريت فيه يعني، وهذا اللي طلعوا وياه يعني الحمد لله. إن شاء الله الشباب طيبة يعني ساعدوني كلموني، بالعكس استمر ما يعني من الحكي. تتساعدون بينكم بين بعض؟ اي اكيد. زين طيب يعني احنا شيء معروف بالكويت انه في مثلا الجلسات الخاصه اللي هي تعتبر السمرات او ما السمرات، هل شاركتوا في هذه النوعيه من؟ والله اي صراحه احنا انا بدايتي يعني كانت عدني بالناي. عدني عبد الله بلوشي كان، عبد الله كان كله وياي، خالد ويانا، يعني من هذول كنا الثلاثه احنا وايد يعني سمرات وناس، يعني كنا صغار يعني شباب نطلع سمرات عدني مثلا طيران جلسات خاصه، يعني استانسنا وكنا طلعنا كذا مره بالتلفزيون كورال مثلا ايقاعاتيه. اي يعني شيء حلو يعني ان الموسيقى موجوده من الصغر، وحاولت ان تنمونها لين اللي دش منكم المعهد دش واللي يعني قدر انه ينميها. شلون عن طريق اليوتيوب تعلم؟ عشان تعلم يعني اكثر مثلا هاو يعني مثلا هاو تو لن وات مثلا جيتار بيز او يعني من الحكي مثلا يطلعون البلوز الجاز، يعني كلها ستايلات غربيه اللي هم اللي يعني طالعه من الجاز. انزل. بلوز الفانك هذا الكل، يعني حاولت اني اتعلم من كل قطره اغنيه على قولتهم. حلو. انزين من خلال من كل مكان الحمد لله. من خلال يعني انتم الحين انا اشوفكم تخصص جاز، ما حاولتوا ان انتم تخلطون ما بين الجاز ومثلا الشعبي او نقول الخليجي؟ يعني ما قدرتوا؟ والله جربنا. يعني دخلت الناي كان يعني كانت يعني القطعه وايد حلوه، الكل سمعها وايد، يعني الناس قالوا وايد ما شاء الله وايد حلو مثلا جاز، شلون دخلتوا مثلا مع الناي يعني الالات الشرقيه؟ وان شاء الله بعد مستقبلا ان شاء الله في اشياء بعد احلى ان شاء الله. انا اتمنى بصراحه اتمنى لكم كل التوفيق، لان اشوف انا كفايه وجودكم ككويتيين وكل واحد ماسك آلته، وايد فخور فيكم كلكم واحد واحد بصراحه. مواهب كويتيه متعدده، شباب الكويت يقدرون يسوون اكثر من كذي واكثر واكثر، راح تشوفونا من خلال الاسابيع الجايه في فقره اول ادريه اللي راح يكونون معانا في استديو تو الليل اسبوع ورا اسبوع، كل شخصيه راح تشوفون فيها شيء يميزها. اول ادريه على تو الليل بعد الفاصل، لكن مو بعد الفاصل، قبلها راح نسمع مقطوعه من الفرقه هنا ونرجع لكم بعد الفاصل.